صينية الفراخ والكاري المقادير اللي عندنا 2 صدر فراخ متقطعة مكعبات، وينفع جدا نستخدم بواقي فراخ عندنا مستوية. تمام، يبقى عندنا 2 صدر فراخ متقطعة مكعبات، مكرونة شرايط مسلوقة، معلقة كاري، ملح وفلفل اسود، ومعلقة كبيرة ثوم مفروم وفلفل اخضر مفروم ناعم، وعندي 3 معلقة كبيرة دقيق، وكوباية ونص حليب، وكوب ونص مرقة، وعندي زبدة وزيت وبقدونس مفروم. هقول مقادير معاكوا تاني، والمقادير معاكوا على الشاشة اللي حابب يصورها، ونقولها تاني مع بعض. المكرونة اللي بالفراخ والكاري محتاجة عندي 2 صدر فراخ متقطع مكعبات، وعندي مكرونة شرايط مسلوقة، معلقة كاري، ملح، فلفل، وعندي معلقة كبيرة ثوم مفروم وفلفل أخضر مفروم ناعم، وثلاث معالق كبيرة دقيق، وكوباية ونص حليب، وكوباية ونص مرقة، وزبدة وزيت وثوم مفروم، تمام، وبقدونس مفروم، سوري.